يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند بعض القبائل إذا قدم الضيف إلى مضيفه شيئا بشماله قال له شمال ما تشناك، فيرد عليه الضيف قائلا شمالك يمين، فما حكم هذه المقولة؟ هذا تشبيه بالله عز وجل. شمالك يمين، لا، شمال المخلوق شمال، ويكره الأكل بالشمال والأخذ والإعطاء بالشمال إلا لمن كانت يمينه مختلة ولا يستطيع يستعملها فإنه يستعمل الشمال، أما من كانت يمينه صحيحة فلا يستبدلها بالشمال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه عليه الصلاة والسلام فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، جمدها الله سبحانه وتعالى عقوبة له. فالأخذ والإعطاء والأكل والسلام والتناول باليمين، والشمال تكون لإزالة الأذى وللطهارة. نعم.